بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مسألة على موضوع التربو فان انجن. التربو فان انجن كنا اتكلمنا عنه في فيديو سابق وقلنا الفرق بينه وبين التربو جيت انجن ببساطة شديدة إن هو عبارة عن تربو جيت انجن بس معدل. معدل إزاي؟ إن أنا حطيت في الأول هنا فان، والفان ديت وظيفتها إنها تدخل جزء من الماس فلوريت جوه الانجن، وتدخل جزء تاني من الماس فلوريد بتاع الاير من بره الانجن، ده بيسموه الباي باس او الكولد ستريم. فبالتالي هنا عندي تو ستريمز، الكولد ستريم اللي هو بيعمل باي باس عن الانجن بيطلع من بره الانجن، والهوت كور ستريم او الهوت ستريم، وده اللي بيخش جوه الايه الجيت انجن. نتيجه لاضافه الفان ديت انا اكتسبت خاصيه كويسه جدا، وهي ان انا زودت الام دوت اير اللي ماشي جوه او اللي داخل جوه الانجن. انا عارف ان الثراست بيساوي ام دوت اير في الفي اكزيت، فلما زودت الام دوت اير يبقى انا كده قللت الايه الفي اكزيت، وينتج عن كده تحسن في الايه في البروبالشن افشنسي، وكمان هتقل الايه النويز. دي نسينا نقولها المره اللي فاتت. النويز هتقل ليه؟ قال لك لانهم لقوا ان النويز ديت بتتناسب طرديا مع الايه مع الفي اكزيت تو ذا باور 8. كويس. فبالتالي اي ريدكشن في الفي اكزيت هيساويها تحسن رهيب جدا في الايه في تقليل النويز، وبالتالي هيبقى الانجن ده احسن من الجيت انجن. بس في خلال رينج قد ايه؟ قال لك في رينج لغايه 0.95 ايه ماخ نمبر، بعد كده بيبدا يحصل عندي شوك ويف او تيب لوسز، وبالتالي بيبقى التربو فان ده مش ريكومندد في الطيران عموما. فبالتالي التربو فان انجن ده بيستخدم في طيارات الكوميرشال زي طيارات بوينج وايرباص والحاجات ديت بتاعت الايه السفر. طيب جميل قوي كويس. المساله بتاعتنا النهارده ببساطه شديده هي عباره عن تربو فان طياره متركب فيها تربو فان انجن. الطياره ديت في حاله اسمها الاس ال اس، وقلنا ان الاس ال اس دي اختصار لكلمه سي ليفل ستاتيك. يعني ايه؟ يعني الطياره لسه واقفه في المطار على مستوى سطح البحر، ولسه ستاتيك يعني واقفه وبتبدا ايه تمشي. فبالتالي سرعه الطياره تقريبا بصفر، والفي انلت هنا رقمها قليل جدا. الفي انلت هنا رقمها قليل جدا، ناتجه من ايه بس الفي ان دي؟ ناتجه من السكشن اللي بيحصل، فبالتالي الفي انلت هنا ده رقم صغير جدا. طيب كلام جميل. قال لك الامبيانت كونديشنز بكام؟ قال لك التي امبيانت ب 288 كلفن، والبي اتموسفيرك بواحد بار. طيب كويس. مطلوب ايه يا عم؟ قال لك اول حاجه مطلوب انك تحسب الثراست بتاع الانجن ده، ومديك مجموعه من الكونديشنز هنبقى نقول الجيفنز لما نحتاجها، وعايزك كمان ترسم التي اس دايجرام، وما تنساش ترسم الرسمه بتاعت الانجن نفسه. خلي بالك رسومات الانجنز كلها عليك، ومهم جدا تعرف ترسمها لوحدك. جميل. فهو في المساله مش هيجيب لك الرسمه دي، انت لازم تجيبها ترسمها انت بنفسك وتحط البوينتس دي ايه بنفسك. طيب جميل. عملنا التيبل بتاعنا المعروف، نقطة واحد اللي هي نقطة الدخول، استجنيشن اتنين اللي هي قبل الفانة، استجنيشن تلاتة بعد الكمبريسور، والمفروض هنا كنا نحط كمان استجنيشن اتنين ونص. فبالتالي ممكن مثلا نقول هنا ان انا عندي استجنيشن اتنين ونص نحطها بعدين يعني، وبعد كده استجنيشن اربعة اللي هي بعد الكومباستون تشيمبر، وعندي استجنيشن اربعة ونص، بعد كده استجنيشن خمسة اللي هي بعد التربينة، وستة اللي هي بتاعت الايه الاكزيت بتاعت النوزل، وعندي استجنيشن 13 اللي هي بعد الفانة بس من بره من في الكولد ستريم، واخر حاجة 16 اللي هي الاكزيت بتاعت النوزل بس بتاعت مين؟ الكولد ستريم. كويس. قلنا 2.5 و 4.5 دي بتستخدم امتى؟ بتستخدم لما يبقى عندي مالتي ستيج تربين او مالتي ستيج كومبريسور. فبالتالي 2.5 دي بنعتبر ان الفانه والكمبريسور مع بعض دول هما الاثنين كومبريسور واحد، والفان دي بنعتبرها لو بريشر كومبريسور، يعني كومبريسور ابتدائي او الضغط فيه بيبقى قليل، وبعد كده ده هاي بريشر كومبريسور. الكيس اللي في النص ما بينهم 2.5 اللي هي نقطه 2.5. نفس الكلام هنا في التربين، عندي هاي بريشر تربين لان دي بتتعامل مع الهاي بريشرز، ولو بريشر تربين. اللو بريشر تربين دي بتبقى متوصله بالسبول بتاعها بمين؟ بالفان، يعني دي اللي بتشغل الفان. طيب والهاي بريشر تربين دي اللي بتشغل الايه؟ الهاي بريشر كومبريسور. كويس. فبالتالي النقطه اللي في النص ما بين اللو بريشر تربين والهاي بريشر تربين هي نقطه ايه؟ 4.5. كلام جميل. طيب المطلوب ان احنا نرسم الكلام ده على تي اس دايجرام ونعمل الحسابات بتاعتي عشان اعرف احسب مين الثرست. طيب نبدا كده بنقطه واحد. نقطه واحد دي هي نقطه الايه الدخول.
طيب نقطة واحد ديت البريشر بتاعها هو البي امبيانت والتي امبيانت. طيب سرعة الدخول هنا الفي انلت بكام؟ قال لك تقريبا بصفر. طيب تقريبا بصفر يعني معنى كده ان البي واحد دي هي الايه؟ البي ستاجنيشن واحد، والتي واحد دي هي ايه؟ تي ستاجنيشن واحد. ليه؟ لان تقريبا الفي واحد تقريبا بكام؟ بصفر، رقم صغير قوي، فبالتالي الارقام دي ايه؟ تقريبية كده تجوز ان احنا ايه نعتبر ان النقطة واحد دي هي نقطة استاجنيشن هي كمان. كويس؟ طيب ده بالنسبة لايه؟ لنقطة واحد. طيب يبقى نمسح كده ده ونقول ان نقطة واحد او نقطة استاجنيشن واحد هما الاثنين سيان بواحد بار والتمبريتشر ب 288 كلفن، ونبدأ نمثلهم هنا. ادي كده نقطة تمبريتشر واحد وادي هنا بريشر واحد، يبقى النقطة دي هي ايه؟ نقطة واحد. طيب جميل، قلنا هي نقطة ايه؟ استاجنيشن واحد. طيب الديفيوزر ديت استاجنيشن اتنين، هل الديفيوزر دي بقى كده هيبقى ليها فايدة؟ قال لك لا، لأن هنا السرعة قليلة قوي، الديفيوزر دي تشتغل لما يبقى عندك ايه؟ سرعة، فبالتالي استاجنيشن واحد هي استاجنيشن ايه؟ اتنين. يعني هنا استاجنيشن اتنين هنقلها برضو واحد بار و288 ايه؟ كلفن. كلام جميل. يبقى ده كده بي واحد وده ايه؟ تي واحد. طيب دي كده أول نقطة عندي. نبدأ بالجهاز اللي بعد الديفيوزر، خلاص الديفيوزر دي قلنا ملهاش فايدة، هناخد موضوع الفان. الفان بتاعتي ايه الجيفنز اللي فيها؟ قال لك الفان ديت أول حاجة جيفن عندي مديني الكومبريشن ريشيو بتاعت الفان دي، بيقول لك باي فان بتساوي 1.65. طيب تعالى كده نرسم الفان دي، لك ببساطة الفان أهي. الاب ستريم كونديشن هي استاجنيشن 2، والداون ستريم كونديشنز هي استاجنيشن 2 وكام؟ ونص. مديني الباي فان اللي هي الكومبريشن ريشيو بتاعت الفانه ب 1.65 اللي هي بتساوي ايه؟ الكبير على الصغير اللي هي 2.5 على بي استاجنيشن 2. طيب كلام جميل، بي استاجنيشن 2 ديت بكام؟ قال لك ب 1 بار، يبقى بي استاجنيشن 2.5 دي بكام؟ قال لك ببساطه شديده بتساوي 1 بار في 1.65، يعني 1.65 ايه؟ بار. طيب كلام كويس، يبقى نكتب هنا دي 2.5 هيبقى البي ستاجنيشن بتاعها 1.65، يبقى ممكن مثلا نعمل لها مكان صغير هنا، نقسم دي نصين كده 2.5، دي هتبقى 1.65. كويس. طيب محتاجين مين كمان؟ تي ستاجنيشن 2.5. طيب تعالى كده نفكر هو مديني ايه كمان؟ قال لك مديني البوليتروبيك افشنسي للفان ب 90%. البوليتروبيك افشنسي للفان ب 90%. طيب ايه قانون البوليتروبيك افشنسي للفان؟ الفان دي زي الكمبريسور، فبالتالي هنقول ايه؟ هنقول ببساطة شديدة ان تي ستاجنيشن 2.5 على تي ستاجنيشن 2 يساوي بي ستاجنيشن 2.5 على بي ستاجنيشن 2 تو ذا باور جاما ناقص 1 على جاما في الايتا ايه؟ فان. والافشنسي البوليتروبيك بنحط لها رمز الايه؟ الانفينيتي. طيب كلام جميل. هنا بقى السؤال، الجاما دي قيمتها بكام؟ هنا عايزين نشير لحاجه في غايه الاهميه. الفيديو بتاع تربو جيت انجن ارتكبنا غلط معين، ايه الغلط ده؟ ان احنا اعتبرنا على طول الجاما ب 1.4، سواء كان ده هواء او اكزوست جازس. الاكزوست جاز دي بتظهر من امتى؟ من بعد الكومباستن تشامبر. فبالنسبه للهواء هنظل على كلامنا ان الاير ب 1.4، يبقى بالتالي ينفع تستخدم الايه؟ الايزنتروبيك تيبل لو حابب، وممكن تستخدم الرقم اللي هو اسمه 0.528 وال 0.833. كويس؟ طيب من بعد الكومباستن تشامبر الجاما بتاعتي بنخليها ب 1.33. ليه؟ لان الاكزوست جازس ديت بتبقى فيها ايه؟ فيها ثاني اكسيد الكربون، وفيها مثلا اول اكسيد الكربون، بيبقى التركيب بتاعها مختلف عن الهواء، فبالتالي الجاما بتاعتها هي كمان ايه؟ بتتغير. طيب دي هل كده معنى كده ان ينفع نستخدم الايزنتروبيك تيبلز؟ قال لك لا، وما ينفعش استخدم ولا رقم من الارقام دي. امال استخدم ايه؟ تستخدم بقى المعادلات بتاعه الايه؟ الايزنتروبيك تيبل، ودي المفروض يعني غالبا بتبقى جيفن، وتعرف المعادله زي بتاعت البي ستار والحاجات دي بدلاله الايه؟ الجاما. فبالتالي ما تنساش، كانت غلطه دي موجوده في التربو جيت انجن،
هبقى انزل الفولدر او الدوكيومنت اللي انا حالل فيها الكلام ده بالارقام، بحيث انك تشوف الارقام بعد ما نعوض 1.33 سواء في المساله دي او في مساله التربو جيت انجن او في اي مسائل تانية. فدي حاجه مهمه جدا لازم ايه نخلي بالنا منها. طيب يبقى الجامه اللي هنحطها هنا بقى، الجامه دي هي جامه الهواء ولا جامه الاكزوست جاز؟ اسالك انت في الفانه يعني لسه في الهواء، يعني الجامه دي بكام؟ ب1.4 ودي ب1.4 والافشنسي دي بكام؟ ب9 من 10. طيب تي ستاجنيشن 2 عندي، نبص كده، ايوه عندي ب288. طيب بي ستاجنيشن 2.5 عندي، ايوه عندي ب1.65. طب بي ستاجنيشن 2 ب1، يبقى قالي مين؟ تي ستاجنيشن 2.5 طلعت بكام دي يا عم؟ قال لك طلعت ب 337.63. كلام جميل جدا. طيب تعالى كده نمثل الكلام ده على التي اس دياجرام. طبعا القانون دوت حفظ كويس، وما ننساش الافشنسي بتبقى في المقام في حاله الفان او الكمبريسور، في التربينه بتبقى فوق. طيب نطلع كده، بي 2.5 انا عارفها اهي فوق اهي، يبقى دي كده بي 2.5. المفروض كنت اطلع ستريت لو انا ايزنتروبيك، بس عشان انا مش ايزنتروبيك يبقى ايه، هطلع بميل شويه اهو كده. يبقى دي نقطه التقاطع، دي هي نقطه ايه، نطلع بميل شويه كده اهو، يبقى دي كده نقطه ايه 2.5. ده تي 2.5 دي، او تي ستاجنيشن 2.5، وده بي ستاجنيشن 2.5، ودي كده نقطه ايه 2.5 بتاعتي، او ستاجنيشن 2.5. كلام كويس. طيب ده كده الفان. طيب بعد الفان عندي ايه؟ عندي اللو بريشر ايه كومبريسور، اللو بريشر او سوري الهاي بريشر كومبريسور، او خلينا نقول الكومبريسور عموما. نرسمه كده ببساطه، ادي عندي اهو كومبريسور، الاب ستريم كونديشنز بتاعته ستاجنيشن 2.5 كويس، والداون ستريم بتاعته ستاجنيشن كام؟ 3. ده الكمبريسور بتاعي. طيب ايه الجيفنز اللي عندي؟ قال لك اول جيفن مديني حاجه اسمها الاوفرول كومبريشن ريشيو. يعني ايه الاوفرول كومبريشن ريشيو؟ يعني الكومبريشن ريشيو من اول ما قبل الفان الى ما بعد الكمبريسور. ليه؟ لان احنا قلنا اعتبرنا الاثنين دول ايه؟ جهازين ضغط واحد، كانهم هما الاثنين دول كومبريسور واحد. بيقول لك الاوفرول كومبريشن ريشيو ب 19. طيب يبقى الباي اوفرول دي بتساوي ايه؟ بتساوي بي ستاجنيشن 3 على بي ستاجنيشن 2 مش 2.5. ليه؟ لان 2.5 ده للهاي بريشر ستيج، لكن اللو بريشر ستيج اللي هي الفانه دي بنحطها ايه؟ بي ستاجنيشن 3 على بي ستاجنيشن 2، دي الاوفرول. بيساوي كام الكلام ده؟ بيساوي 19. طب بي ستاجنيشن 2 عندي ب 2 بوينت ب 1 بار، يبقى بي ستاجنيشن 3 بكام؟ ب 1 في 19، يبقى بكام؟ ب 19 بار. كلام جميل، يبقى عرفنا كده البي ستاجنيشن 3. طيب كلام جميل. عايزين نعرف ايه كمان؟ تي ستاجنيشن 3. طيب هو مديني ايه؟ مديني البوليتروبيك افشنسي للكمبريسور ب 90%. نعمل ازاي الكلام ده؟ ببساطه شديده، تي ستاجنيشن 2.5 على تي ستاجنيشن 3 يساوي بي ستاجنيشن 2.5 على بي ستاجنيشن 3 تو ذا باور ايه؟ جاما ناقص 1 على جاما في الايتا ايه؟ كومبريسور. افشنسي طبعا بوليتروبيك. التي ستاجنيشن 2.5 عندي ب 337. طيب يبقى دي كده عندي. تي ستاجنيشن 3 لا دي انا مش عارفها. بي ستاجنيشن 2.5 بص كده عندي هنا 1.65 عندي. بي ستاجنيشن 3 عندي ب 19. 19 يبقى دي كده بكام؟ ب 19. الجاما هنا بكام؟ هل هنا ده اير ولا اكزوست جازس؟ قال لك ده اير، يبقى 1.4. الافشنسي دي بكام؟ قال لك دي ب 95 سوري ب 90%، يعني 9 من 10. يبقى كده جبنا مين؟ تي ستاجنيشن 3. طلعت بكام؟ طلعت ب 700 سوري 733.42 ايه كيلفن. طب نمثل الكلام ده ازاي على تي اس دياجرام؟ ادي كده بي ستاجنيشن 2.5، تعمل فوقيها كده كمان طولها شويه اهو بي ستاجنيشن كام؟ 3. طيب نطلع ستريت ولا بميل؟ لا بميل، يعني ليه؟ لان احنا لو كنا ايزنتروبيك كنا طلعنا كده، بس ايه عشان في بوليتروبيك افشنسي فهنطلع ازاي؟ بميل كده.
ودي هتبقى نقطة ايه؟ ستاجنيشن 3. كلام زي الفل. طيب كده خلصنا الكمبريسور. بعد الكمبريسور عندي ايه؟ عندي الحاجة بعد الكمبريسور هي الكومباشن تشامبر. بالتالي نمسح كده برضو. هي مسألة طويلة بس سيستماتيك. كومباشن ايه؟ تشامبر. كومباشن تشامبر اول حاجة عندي الداون ستريم الاب ستريم كونديشن استجنيشن 3 والداون ستريم كونديشن استجنيشن 4. تتحل ازاي الكومباشن تشامبر؟ ببساطة شديدة الجيفنز اللي عندي ان هو مديني البريشر دروب جوه الكومباشن تشامبر ب 1.23 بار. الدلتا بي استجنيشن دي هي عبارة عن ايه؟ بي استجنيشن 3 اللي هو الكبير ناقص بي استجنيشن 4. بي استجنيشن 3 ده عندي ب 19 بار، يبقى بي استجنيشن 4 ده بكام؟ انا عارف ده وعارف ده، يبقى بي استجنيشن 4 هتطلع معايا ب 17.77 بار. يبقى دي عارفها ودي عارفها، يبقى التانية قدرت اجيب مين؟ بي استجنيشن 4 ب 17.77 بار. شلت منهم كام؟ 1.23 اللي هم البريشر دروب. كلام كويس. طيب بعد كده عايز التي استجنيشن 4. تي استجنيشن 4 لقيته هو مديها لي جيفن. ليه؟ لان ديت الراجل مصنع التربينه هو اللي بيقول لي عليها، بيقول لي ايه ماكسيموم تمبريتشر التربينه دي تستحملها. قال لي كام يا عم؟ قال لي 1300 كلفن. يبقى نكتب هنا 1300 ايه؟ كلفن. طيب كلام جميل. هل انا كده خلصت الكومباشن تشامبر؟ قال لك لا، لسه في حاجه مهمه جدا في الكومباشن تشامبر لازم نعملها، هي ايه؟ الانرجي بالانس، عشان نعرف الفول تو اير ريشيو اللي انا استخدمتها. لو عملنا انرجي بالانس هنقول ايه؟ مجموع الدخول يساوي مجموع الخروج. ايه اللي داخل عندي هنا؟ اول حاجه ام دوت اير في السي بي بتاعت الاير في التي استجنيشن كام؟ الدخول تي استجنيشن 3. جميل. يبقى ده كده الطاقه اللي داخله زائد الام دوت فول في الكالوريفيك فاليو. كلام جميل. يساوي الخروج ام دوت جازس في السي بي بتاعت الجازس في التي استجنيشن كام؟ 4. طيب كلام كويس. نمسكهم كده واحدة واحدة. أول حاجة الام دوت جاز دي بتساوي إيه؟ قال لك دي ممكن أشيلها وأقول إنها بتساوي الام دوت اير زائد الام دوت فول. كلام كويس. طيب إيه رأيك نقسم كله على ام دوت اير؟ قال لك ساعتها ده هيروح، والام دوت فول على ام دوت اير دي بيقولنا اسمها إيه؟ فول تو اير ريشيو، وده كده هيبقى بواحد، والام دوت فول دي هتبقى إيه؟ اف اللي هي الفول تو اير إيه؟ ريشيو. كلام كويس. طيب السي بي اير دي بكام؟ قال لك ب 1005، دي معروفه. يبقى دي كده معروفه بكام؟ ب 1005. تي استجنيشن 3 هي جيفن 733. الاف مش عارفها. الكالوريفيك فاليو الكالوريفيك فاليو برضو لا سوري، الكالوريفيك فاليو بفرضها، هفرضها بكام؟ افرضها مثلا يا عم ب 43 بوينت 4 في 10 اس كام؟ 6، اللي هي 43 و4 من 10 ايه؟ ميجا جول لكل كيلو جرام، فبضربها في 10 اس 6. طيب الاف دي مش عارفها، السي بي جاز ب 1147، برضو ايه؟ نفرضها الرقم ده. تي استجنيشن 4 عندي ب 1300. يبقى كده المجهول الوحيد مين؟ هي الاف. طيب الاف طلعت معايا بكام؟ الاف طلعت معايا ب 0.0177. 99. طيب ديت الاف ايه؟ ثيوريتيكال. طب الاف اكتوال؟ الاف اكتوال كنت لازم استخدم الايتا كومباشن اللي هي الكومباشن افشنسي، بس عشان هو ما جابليش سيره للكومباشن افشنسي فهفترضها 100%، فهقول ان في اف ثيوريتيكال بيساوي الاف ايه؟ اكتوال. كلام جميل. يبقى الاف كده عندي بقيت عارفها. كويس. نمثل ازاي الكلام ده على التي اس دايجرام؟ قال لك ببساطه شديده همثل بي استجنيشن 4، هطرح من ده 1.23، هعمل خط قريب قوي منه كده واسميه ده بي استجنيشن 4. الفرق ما بينهم كام؟ 1.23. وتي استجنيشن 4 نطلع كده اهو بال 1300، يبقى انا كده عرفت مين؟ نقطة استجنيشن 4. كويس. طيب بعد استجنيشن 4 يبقى استجنيشن 5 4 ونص او استجنيشن 5 اللي هو مين يعني؟ التربين. يبقى كده هنخش في اللي بعد منه اللي هو التربان. يبقى كده خلصنا الكومباشن تشيمبر ونخش في التربايه.
ماشي، هنا هنكتب التربين. التربين بتاعتي الكونديشنز اللي عندي هنا 4، وبعد كده 4.5. خلينا هنا نبتدي بدي بالهاي بريشر تربين. كويس، الهاي بريشر تربين دي وظيفتها انها تدور لي مين؟ الكمبريسور. طيب نبدأ بإن إحنا عايزين نعرف تي ستاجنيشن 4.5 دي بكام؟ طيب نعمل إيه؟ نعمل إنرجي بالانس. إنرجي بالانس هعمل بمين ومين؟ بين التربينة والكمبريسور. أنا عارف إن ورك الكمبريسور يساوي ورك الهاي بريشر تربين مضروب في مين؟ في الميكانيكال إفشنسي. طيب جميل. الورك الكمبريسور بيساوي إيه؟ إم دوت إير في سي بي الاير في تي ستاجنيشن مين ومين؟ 3 و2.5 كبير ناقص الصغير، سوري 2.5، سوري 3 و2 وايه ونص، يساوي الورك بتاع الهاي بريشر تربين ام دوت، بس مش اير بقى خلي بالك، ام دوت جازس في السي بي جازس في تي ستاجنيشن الكبير ناقص الصغير. هنا الاستاجنيشن الكبير تي ستاجنيشن 4 ناقص تي ستاجنيشن كام؟ 4.5. طيب ايه اللي عندي وايه اللي مش عندي؟ قال لك اللي عندي اول حاجه الام دوت ممكن، سوري نسينا الميكانيكال افشنسي. ماشي، تي ستاجنيشن 3 عندي ب 19، سوري لا ب 733، تي ستاجنيشن 2.5 ب 337 عندي برضو، سي بي اير ب 1005. طب الام دوت اير دي نخلص منها ازاي؟ قال لك ببساطه اقسم كله على ام دوت اير، يبقى ده هيبقى بواحد، والام دوت جاز دي قلنا هتبقى بكام؟ بواحد زائد اف. الاف دي عندي ولا مش عندي؟ عندي، سي بي جاز 1147، تي ستاجنيشن 4 عندي ب 1300، واللي فوق دول عندي يبقى لي مين؟ تي ستاجنيشن 4.5. طيب جميل، يبقى نمسح هنا دي كده عشان بس دي تبقى 4.5 اهو، ونعمل سطر كده، ودي كده كام؟ 5. 4.5 تي ستاجنيشن بتاعتها طلعت بكام؟ طلعت تي ستاجنيشن 4.5 ب 955، 955.897. كويس كده عرفنا تي ستاجنيشن 4.5. طب البريشرز بقى، بي ستاجنيشن 4.5 اعرفها ازاي؟ قال لك هو مديني البوليتروبيك افشنسي بتاعت التربين. طيب تعالى كده نمسح ده، تي ستاجنيشن 4.5 على تي ستاجنيشن 4 يساوي بي ستاجنيشن 4.5 على بي ستاجنيشن 4 تو ذا باور جاما ناقص 1 على جاما. خلي بالك بقى هنا هنضرب في ايه؟ في البسط، ايتا تربين ايه؟ بوليتروبيك افشنسي. وهنا برضو نخلي بالنا هنعمل حاجه كمان، تي ستاجنيشن 4.5 دي عندي خلاص عرفتها، تي ستاجنيشن 4 عندي ب 1300، بي ستاجنيشن 4.5 دي مش عارفها، بي ستاجنيشن 4 عندي. الجامه هنا بقى خلي بالك نعوض عنها بكام؟ 1.33. ليه؟ لان هنا بقى بتتعامل مع اكزهوست جازس مش اير. طب والايتا دي بكام؟ ب 9.10 زي ما ايه كانت جيفن. يبقى كده جبت مين؟ بي ستاجنيشن 4.5. طلعت بكام ديت؟ طلعت معايا ب 4.527 بار. طيب نمثل الكلام دوت على تي اس دياجرام، اهو المفروض كانت تنزل كده لو ايزنتروبيك، بس عشان هي بوليتروبيك هتنزل ازاي كده، ودي ستاجنيشن ايه 4.5. هنلاحظ ان تي ستاجنيشن 4.5 اعلى من الايه، من الايزنتروبيك، وده نتيجه للايه، للافشنسي. طبعا دي حاجه مش كويسه لان الورك اللي هاخده منها هتبقى ايه، اقل. طيب جميل، تعال نشوف اللي بعده منه. اللي بعد الهاي بريشر تربين هي اللو بريشر تربين. اللو بريشر تربين، طيب اللو بريشر تربين ديت الكونديشنز بتاعتها ايه؟
قال لك 4.5 استجنيشن 4.5 واستجنيشن 5. فين هي؟ اهي دي بفايدتها ايه؟ انها بتدور لي الفان. طيب نبدا ازاي كلامنا؟ نبدا كلامنا برضو عن طريق الورك بالانس او الانرجي بالانس. هنقول ايه؟ هنقول الورك بتاع الفانه يساوي الورك بتاع اللو بريشر توربين بس مضروب في مين؟ في الايتا ميكانيكال. طيب الورك بتاع الفانه ده بيساوي ايه؟ قال لك ده بيساوي ام دوت، بس ام دوت ايه بقى؟ خلي بالك هنا توتال. ايه ام دوت توتال ده؟ قال لك هو عباره عن الام دوت اير بتاع الكولد ستريم زائد الام دوت اير بتاع الايه؟ الهوت ستريم، اللي هو اللي داخل هنا واللي داخل كمان فين؟ في الباي باس. كلام جميل. في مين؟ في السي بي بتاعت الاير، في التي ستاجنيشن 2.5 ناقص تي ستاجنيشن 2، يبقى تي ستاجنيشن 2.5 ناقص تي ستاجنيشن 2. نمسح السيمبل ده. كويس؟ ده بيساوي ايه؟ بيساوي الام دوت اللي معدي على اللو بريشر هو مين؟ الام دوت جاز. الام دوت جاز ده اللي هو مين؟ اللي هو ام دوت هوت، اللي هو الام دوت اير اللي معدي هنا، زائد الام دوت مين؟ فيول. كويس؟ مضروب في مين؟ في السي بي بتاع الجاز في تي ستاجنيشن 4.5 ناقص تي ستاجنيشن كام؟ 5. كلام كويس. المشكلة عندي بقى هتبان هنا في ايه؟ ان انا مش عارف الام دوت كولد بكام والام دوت هوت بكام. طيب ازاي اعرفهم؟ قال لك الام دوت توتال دي معروفه ب 115. جميل. يبقى الام دوت كولد زائد الام دوت هوت بتساوي كام؟ 115. ومديني الالفا اللي هي عباره عن الام دوت كولد على الام دوت هوت بيساوي كام؟ 3. كلام جميل. يعني الام دوت كولد بتساوي 3 ايه؟ لو ادينا ده الناحيه الثانيه 3 ام دوت هوت. طيب ايه رايك نعوض في المساله دي في المعادله دي؟ يبقى الام دوت كولد دي لو شلناها وحطينا 3 ام دوت اتش يبقى هيبقى عندي 4 ام دوت هوت يساوي كام؟ 115. يعني الام دوت هوت بتاعتي دي بكام؟ يبقى الام دوت هوت بتاعتي دي ب 28.75 كيلو جرام. طب والام دوت كولد اضربها في 3 يعني هيبقى ب 86.25 ايه؟ كيلو جرام بير سكند. دي الام دوت كولد ودي الام دوت ايه هوت. يبقى احنا كده عرفنا الام دوت توتال عندنا السي بي ديت ب 1005، تي ستاجنيشن 2.5 عندي ب 337، تي ستاجنيشن 2 عندي ب 288، الام دوت جاز دي هي الام دوت اتش زائد الام دوت اف، ام دوت اتش زائد ام دوت اف دي الحقيقه هتبقى عندي برضو اقدر اجيبها. تقدر تجيبها ازاي الام دوت جاز دي؟ تعالى كده ناخدها كومن فاكتور. خد كده الام دوت اتش دي كومن فاكتور، يبقى 1 زائد ايه؟ زائد اف، صح؟ مش ام دوت اف على ام دوت اتش دي الفيول تو اير ريشيو؟ قال لك ام دوت اتش عندي؟ عندي ب 28، الاف عندي؟ عندي، يبقى كده قدرت اجيب مين؟ ام دوت جازس. طلعت بكام الام دوت جازس ديت؟ دي معلوميتك كده طلعت معايا ب 29.267. طب والسي بي جازس عندي؟ ب 1147. تي ستاجنيشن 4.5 عندي؟ عندي ب 955. تي ستاجنيشن 5 عندي؟ لا، هي دي اللي انا عايزها. طلعت التي ستاجنيشن 5 ب 783.3. طيب كويس. كده جبنا تي ستاجنيشن كام؟ 5. عايزين بقى بي ستاجنيشن 5. نفس الكلام برضو، انا عندي البوليتروبيك افشنسي. ممكن نمسح بس كده الحته دي. تي ستاجنيشن تي ستاجنيشن 4.5 على تي ستاجنيشن 5 يساوي بي ستاجنيشن 4.5 على بي ستاجنيشن 5 تو ذا باور جاما ناقص 1 على جاما في الايتا ايه تربين بوليتروبيك. تي ستاجنيشن 4.5 عندي لا سوري، بي ستاجنيشن 5 دي مش عندي، بي ستاجنيشن 4.5 عندي، الجاما دي ما ننساش ب 1.33 والايتا دي بكام؟ ب 90%. يبقى بالتالي هقدر اجيب مين؟ بي ستاجنيشن 5 وهتطلع ب 1.867 بار. كلام كويس. طيب بعد كده قال لك ببساطه شديده لو عايز تمثل الكلام دوت على التي اس دايجرام ارسم لي اهو كده بي ستاجنيشن، المفروض كانت تنزل ايزنتروبيك بس نزلت ايه؟
بوليتروبيك، ودي تبقى استاجنيشن كام؟ 5. كلام كويس. ناقص لنا ايه؟ ناقص لنا في الجيت انجن حته الايه؟ النوزل. يبقى نمسح كده اللو بريشر تربين، ونخش على النوزل. النوزل الاب ستريم كونديشنز استاجنيشن 5، والداون ستريم هي مين؟ 6. طيب النوزل بتاعتي الجيفنز اللي فيها ايه؟ ان هو مديني النوزل افشنسي ب 95%. النوزل افشنسي ب 95%. طيب ال 95% دول هتستفيد منهم في ايه؟ هتستفيد منهم في حاجه مهمه جدا، انك تعمل ايه؟ تحسب البي ستار اكتوال. ليه؟ لان بي ستار ايزنتروبيك ما ينفعش تستخدمها، لان دي كده ليها ايه؟ افشنسي. طيب القانون قلنا هنبقى عارفينه، بيساوي بي ستاجنيشن 5 في 1 ناقص 1 على الافشنسي بتاعت النوزل في جاما ناقص 1 على جاما زائد 1 تو ذا باور كام؟ جاما على جاما ناقص 1. طيب القانون ده مهم جدا نبقوا عارفينه وحافظينه. ليه؟ لان ده اللي من خلاله بنعرف البي ستار ايه اكتوال. بي ستاجنيشن 5 عندي ولا مش عندي؟ عندي ب 1.867. الايتا نوزل دي ب 95%، ما ننساش الجاما بكام؟ ب 1.333. ونعوض هتطلع البي ستار اكتوال تساوي 0.973 بار. هنقارن البي ستار اكتوال دي بمين؟ بالبي اتموسفيرك اللي هو كان كام؟ 1 بار. هنلاقي ان البي ستار اكتوال اقل من البي اتموسفيرك، يبقى النوزل دي ايه؟ انتشوكت. طالما النوزل دي انتشوكت يبقى البي 6 بيساوي الايه؟ البي اتموسفيرك اللي هو كام؟ 1 بار. كلام جميل. طيب التي 6 بقى بكام؟ قال لك التي 6 عشان تحسبها، خلينا كده عشان نبسط الامور، شايفين كده البريشر اللي كان هنا ده مش كان بي اتموسفيرك؟ فاكرين؟ قال لك اه. طب ايه رايك نمده كده؟ بص الحركه دي، ده الواحد بار اللي هو البي اتموسفيرك، وانت المفروض كنت تنزل كده بس عشان في افشنسي نزلت ازاي؟ كده اهو. انا عايز مين بقى؟ عايز التمبريتشر دي. طيب النوزل دي على طول بتبقى ادياباتيك. يعني ايه ادياباتيك؟ يعني ملهاش ورك ولا في هيت ريليز ولا هيت ايه؟ اديشن. فبالتالي التي ستاجنيشن بتبقى ثابته، يعني تي ستاجنيشن 5 هي تي ستاجنيشن كام؟ 6. يعني معنى كده انك لو طلعت بخط كده هتلاقي ان تي ستاجنيشن 5 دي هي كام؟ تي ستاجنيشن 6. فدي كده اسمها بي ستاجنيشن 6، ودي اسمها بي ستاجنيشن 5، والنقطة اللي في النص دي هنا كده دي يمين نقطة ستاجنيشن 6، اللي لما تنزل تحت عندها هتجديك مين؟ نقطة 6. كويس؟ طيب يبقى تي ستاجنيشن 5 يساوي تي ستاجنيشن 6 عشان ايه؟ النوزل دي اديابتك. بيساوي كام؟ بيساوي 783 بوينت ايه؟ 3، زي ما احنا ايه كاتبين هنا. طيب تي 6 بقى ما جاوبتنيش بكام؟ قال لك ببساطة شديدة، أنت عايز تعرف 6 يبقى تستخدم الايزنتروبيك ريليشن. ريليشنز ازاي؟ قال لك ببساطه شديده عندك كده النقطه دي اسمها 6 داش، هنقول تي ستاجنيشن 5 على تي 6 داش يساوي بي ستاجنيشن 5 على بي 6. كويس؟ تو ذا باور جاما ناقص 1 على جاما، دي علاقة الايه؟ الايزنتروبيك. تي ستاجنيشن 5 عندي؟ اه عندي. بي ستاجنيشن 5 عندي؟ ايوه عندي. بكام؟ ب 700 ب 1.867. بي 6 عندي؟ اه ب 1 بار. يبقى كده جبت مين؟ تي 6 داش. طلعت بكام تي 6 داش دي؟ ب 670.18 كلفن. طيب عايزين بقى نجيب تي 6. قال لك خلاص سهلة. مش انت عارف الافشنسي بتاعت النوزل دي ب 95%؟ تمام. يبقى الافشنسي بتاعت النوزل دي بتساوي ايه؟ بتساوي الصغير على الكبير. مين الصغير؟ تي ستاجنيشن 5 اللي هي تي ستاجنيشن 6 على فكره ناقص تي 6 على تي ستاجنيشن 5 ناقص تي 6 ايه؟ داش. تي 6 داش عندي، تي ستاجنيشن 5 عندي، تي ستاجنيشن 5 عندي، الايتا نوزل عندي، يبقى قدرت اجيب مين؟ تي 6. يبقى كده تي 6 بتاعتي ب 600، هتطلع معايا ب 676.406، والبريشر بتاع 6 قلنا بكام؟ ب 1 بار. كلام كويس. كده لو اخدت بالك احنا مثلنا التي اس دايجرام بتاع الهوت كور، كل ده احنا شغالين في مين؟ في الهوت كور. طيب ناقص لي بس حاجه مهمه جدا في الهوت كور، ان انا احسب سرعه الخروج من النوزل دي.
طالما انا عندي تي 6 وتي ستاجنيشن 6 يبقى انا كده ايه اقدر احسب الفيلوسيتي بكل سهوله. ازاي؟ هل ادخل ايزنتروبيك تيبل؟ لا طبعا، قلنا ما ينفعش نخش الايزنتروبيك تيبل. امال نعمل ايه؟ قال لك انا عارف ان تي ستاجنيشن 6 بيساوي تي 6 زائد في سكوير على 2 سي بي دي 6. الفي 6 دي هتساوي ايه؟ لو ودينا الكلام ده كله الناحيه الثانيه يبقى تي ستاجنيشن 6 ناقص تي 6 في 2 سي بي كله تحت الايه؟ الجذر. تي ستاجنيشن 6 عندي اللي هي تي ستاجنيشن 5، تي 6 عندي، سي بي دي بكام؟ 1147. يبقى كده جبت مين؟ الفي 6. طلع بكام الفي 6 ده؟ ب 495.192 متر بير سكند. كده يبقى احنا حلينا ايه؟ كده يبقى احنا حلينا الهوت ستريم وجبنا الفي اكزيت بتاعته بكام. ناقص لنا حاجة بسيطة قوي، ان احنا نحل بقى ايه الكولد ستريم. معلش هي مسألة كبيرة جدا بس ايه سهلة، وغالبا في الامتحان ما بتجيش كل الكوبري ده، هو بيديك نقطة معينة زي مثلا نقطة من بعد التربينة وانت ايه تكمل عليه. فخلينا كده نمسح الكلام ده كله. هنعمل بقى نفس الكلام تاني بس لمين؟ للكولد ستريم، بس طبعا هيبقى اسرع. ليه؟ لان انا لو مسكت نقطة استاجنيشن 13 هلاقي ان استاجنيشن 13 دي هي مين؟ استاجنيشن 2.5. كويس؟ فلو جينا استاجنيشن 2.5 هننقل نفس البيانات بتاعتها 1.65 337.63. كويس؟ ونقول ان نقطة 1 هي نقطة استاجنيشن 1 هي نقطة ايه؟ استاجنيشن 13. لا سوري معلش، مش هي استاجنيشن 13، هي استاجنيشن 2. طيب استاجنيشن 13 دي هي فين؟ هي عباره عن هي 2.5، يعني نعمل هنا خط كده بي استاجنيشن 13 والمفروض كنا نطلع كده، بس عشان هي فيها افشنسي هنطلع ايه بخط مايل شويه، يبقى دي كده نقطه ايه استاجنيشن 13. كويس؟ دي نقطه الايه؟ الفان. طيب بعد الفان الايه؟ النزل على طول كده. طيب يبقى النزل بتاعتي اهي الاب ستريم كونديشنز هي استاجنيشن 13 والداون ستريم كونديشنز هي ايه 16. دي النزل، بس النزل بتاعت الكولد ستريم. طيب اول حاجه محتاجين نعرف البيتا البي كريتيكال اكتوال. هنطبق نفس القانون برضو، هو كان بيقول ايه القانون ده؟ بي ستار اكتوال بيساوي بي استاجنيشن 13 في 1 ناقص 1 على الافشنسي بتاعت النزل، جاما ناقص 1 على جاما زائد 1 تو ذا باور جاما على جاما ناقص 1. ده عندي اهو بيستجنيشن 13 والافشنسي دي كانت ب 95%، والجاما هنا بقى ب 1.4 ولا 1.33؟ لا ب 1 بوينت كام؟ 0.4، مش ب 1.33. ليه؟ لان هنا ده هواء ما فيهوش ايه؟ احتراق. كويس؟ فهنقعد هنا عن الجاما ب 1.4. طيب كويس، هتطلع لي بكام البي ستار ديت؟ طلعت معايا ب 0.472 بار. كلام كويس، يعني معنى كده دي ايه؟ اقل من البي اتموسفيرك اللي هو 1 بار، يبقى النزل دي برضو ايه؟ انتشوكت. طيب كويس، النزل دي كده انتشوكت. طيب انتشوكت دي معناها ايه؟ معناها ان بي 6 سوري بي 16 هيساوي بي اتموسفيرك. كويس؟ فبالتالي معلش ممكن نكبر دي شويه عشان تبقى شكلها اجمل، يعني ممكن مثلا نعمل البي استاجنيشن 13 عاليه قوي كده بحيث ان احنا نطلع كده مثلا، يبقى دي كده نقطه استاجنيشن 13 ونطول شويه البي اتموسفيرك دي بحيث ان احنا كنا المفروض ننزل ستريت كده لو هي ايزنتروبيك، بس عشان هي مش ايزنتروبيك هتنزل ايه بميل كده، ودي تبقى نقطه ايه 16 بتاعتي. جميل، ودي هيبقى اسمها 16 ايه داش. كويس، يبقى بي 16 بيساوي بي اتموسفيرك زي ما احنا شايفين، والتي 16 نفس الطريقه اللي عملناها في المره اللي فاتت هنعملها هنا تاني. هنقول ان تي هنحسب اول تي 16 داش، تي 16 داش على تي استاجنيشن 13 تساوي بي 16 على بي استاجنيشن 13 تو ذا باور جاما ناقص 1 على جاما
دي عندي، دي مش عندي، دي استجنيشن 13 عندي، بي 16 عندي ب 1 بار خلاص عرفناها، بي استجنيشن 13 عندي ب 1.65، الجاما دي ب 1.4 من 10، يبقى جبنا مين؟ تي 6 داش تي 16 داش. بعد ما جبت تي 16 داش طلعت معايا ب 292. هنحسب الايتا بتاعت النوزل بتساوي الصغير على الكبير، يعني تي ستاجنيشن 13 ناقص تي 16 على تي ستاجنيشن 13 ناقص تي 16 داش. ده عندي ده عندي ده عندي ده عندي ده مش عندي، جبنا مين؟ تي 16. طلعت معايا ب 307 سوري اسف، طلعت معايا ب 294.87. 294 هتلاقيها ايه؟ لاحظ ايه؟ 294 اكبر من 200 كام؟ 92، وده منطقي اهو، هنا ده اعلى من مين؟ من ده. كام كويس؟ نفس الكلام بعد ما تجيب التي 6 لازم اجيب مين؟ الفي بتاعت الخروج بتساوي ايه؟ في 16 تساوي تي ستاجنيشن 16 ناقص تي 16 في 2 سي بي كل تحت الجذر، يبقى كده جبت مين؟ في 16 طلعت معايا ب 293.17 متر بير سكند، يبقى احنا كده جبنا ايه؟ في 16. كده الحمد لله حلينا كل حاجه في المساله، مش ناقص غير اخر نقطه خالص واللي هي اهم نقطه اصلا، اللي هي حساب الايه؟ الثرست. وطبعا عرفنا ازاي نمثل الكلام ده على الايه؟ على التي اس دايجرام. كويس، وعرفنا الكلام ده كله. المهم دلوقتي بقى اهم حاجه خالص نحسب الايه؟ الثرست. امسح بقى كل ده كده. الثرست بتاعي بيساوي ايه؟ قال لك الثرست بتاعك تي ثرست بيساوي الثرست اللي ناتج من الكولد ستريم زائد الثرست اللي ناتج من الهوت ستريم. طيب الثرست الناتج من الكولد ستريم بيساوي ايه؟ قال لك بيساوي ام دوت في اكزيت ناقص الفي انلت، بس هنا كولد، زائد الاريا اكزيت في البي اكزيت ناقص البي اتموسفيريك. طيب الام دوت كولد ديت كنا حاسبينها كانت ب 86.25، الفي اكزيت لسه حاسبينها من شويه اللي هي في 16 كانت ب 293.17، الفي ان دي بصفر، البي اكزيت والبي اتموسفيريك عشان دي كانت ان تشوكد فالاثنين قد بعض فبالتالي ده بصفر، يبقى كده حسبنا مين؟ الكولد ايه؟ ثراست. طلع ب 25.29 كيلو نيوتن. طيب الهوت بقى نفس الكلام، بيساوي ام دوت جازس في الفي اكزيت ناقص الفي انلت زائد الاريا اكزيت في البي اكزيت ناقص البي اتموسفيريك. نفس الكلام هنا، ده بصفر. الام دوت جازس دي حسبناها قبل كده لو فاكرين ب 29.267، الفي اكزيت دي هي الفي 6 دي حسبناها ب 495.192، ده كان ان تشوكد فبالتالي الترمين دول بصفر، يبقى ده بحوالي 14.492 كيلو نيوتن. التوتال بقى هنجمع 14.492 زائد 25.29 بيساوي كام؟ 39.78 كيلو نيوتن. ده كده الثراست بتاع الايه؟ الانجن ده. انا عارف هي مساله طويله جدا، يعني الفيديو ده انا عارف يعني داخل اهو في 43 دقيقه، طويل قوي معلش، بس المهم تبقى فاهم الحاجات دي كلها عملناها ازاي، المعادلات دي تخلي بالك تبقى عارفها كويس. الموضوع مش صعب ان شاء الله، في الامتحان ممكن يجيب لك مثلا يبدا معاك من بعد التربينه مثلا، فبالتالي الدنيا هتبقى سهله معاك. اتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا من الفيديو ده، ونشوفكم ان شاء الله في مساله تانية على موضوع الافتر فان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.